السلام عليكم جوهرتي الغزالات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا في احسن حال. مرحبا بكم في قناه ايمان ارتيزان، مرحبا بكم في فيديو جديد معايا. كنتمنى انكم تكونوا بخير. كي دايرين مع هاد البرودات؟ الصراحه هاد البرد بزاف بزاف. قولي كي داير عندكم الجو؟ حنا بعدا عاد عندنا البرد قارس. الناس بغيت نقول لكم شكرا لكم بزاف بزاف على التعاليق اللي كنتو خليتو ليا على قبل الافكار ديال المطبخ بالنسبه للكوزينه اللي كنت شاركت معكم جوله في المطبخ تاعي. شكرا لكم بزاف بزاف على جميع الافكار تاعكم. البنات اللي قالوا لي على اساس نصبغ البلاكارات باللون الابيض، صراحه انا فاش كنت كنقلب هكايا باش نرحل كنت باغا نلقى كوزينه يكون فيها بلاكارات بيضين. صراحه اش كيعجبوني الكوزين اللي كيكون فيها بلاكارات بيضين، كيبانوا مضويين وفروجيين وكيبانوا كبار، واخا كيكون فيهم واحد العيب ديالهم ان كيبغوا التنظيف بشكل مستمر. حيت انا اول دار كنت دوزت هنا كانوا فيها بلاكارات بيضين، كنت يعني كتمحناني بالتنظيف، يعني ديما التنظيف خاصو يكون على الدوام. وفاش كتبت هاد الدار يعني فعلا ما كانوش بلاكارات بيضين، ما كتبوش انه يكونوا بلاكارات بيضين، ولكن الصراحه عجبوني انا هاد اللون، عجبني يعني جاني مختلف ولكن عجبني اللون ديالهم لانه واحد اللون زوين. وعندي فكره، عندي الفكره ديال انه من هنا لقدام الى طلعوا لي فراسي هاد اللون، الى طلع لي فراسي غنقدر نبدلو اللون الابيض، ولكن ماشي دابا ان شاء الله من هنا لقدام كيف قلت لكم. المهم البنات، الزوج ديالي كان خدا لي واحد الماكينه من كوسكو وبغيت نشاركها معكم، يعني شي حاجه ديال الكوزينه بغيت نشاركها معكم نحلها معكم. المهم باقي كان حليتها، هي هذه البنات بغيت نحلها معكم ونجربها معكم لاول مره. كتحليها مع المتتبعات ديالك وتشوفوا رده الفعل ديالكم انتي كتحليها. المهم بغيت نشارك معكم هذه التجربه وفي نفس الوقت نجربها معكم البنات. هذه التي نوريها لكم البنات عن قرب، نزل الكاميرا ديجيتال اير فراير. المهم غادي نحلها معكم ونجربها معكم. فيها 5.7 لتر كاباسيتي باش اللي كتهز ما كيكونوش فيها الكاريز بزاف، لان ما كت الحاجه اللي عاد تقلى ما غاداش تقلى بالزيت، يعني كتقلى بشكل صحي اكثر. المهم البنات نحلها معكم. شي نقلب الكرتونه ونبقى تقيله. صراحه هادشي ديال الابليانس ديال الكوزينه من احسن تاخذوهم من كوسكو. كوسكو باش نميز لا خديتو منو هادشي ديال الابليانس، يعني لا داس واحد المده طويله وقعت شي حاجه كيقدروا يبدلوها لكم كلها. كتمشيو عندو ديرو لهم غير ديرو لهم وكيشوفوا في السيستم، كديرو لهم هادي اللي بغيتو تبدلو وكيشوفوا في السيستم كيلقاو انكم خايدينها من عندهم كيقدروا يبدلوها لكم. حنا كانت عندنا واحد العجانه الاولى اللي كانت خديت، كانت فاش واحد المره ما بقاتش خدامه وديتها لهم وبدلوها لينا. المهم البنات نسي نحلها نشوف. صراحه الشكل ديالها زوين بزاف. انا كنت شحال هادي باغا ناخذ هاد الاير فراير، ولكن كان واحد الموديل كنت شفتو ما عجبنيش الشكل ديالو، كيبان بحال كبير. هادي جاني الشكل ديالها منظم عجبتني الصراحه. كان خداها الزوج ديالي ما مشيتش معاه فاش خداها، دار لي مفاجاه في الوقت اللي كنا كنرحلو، جا وخداها ودارها في هاد الدار وخداها هو ودارها في هاد الدار وما بغاش يقول لي تنجي نلقاها. واحد النهار جا معاه يحيى، جاب معاه شي حاجه وجا وشافها وقال لي بابا شنو هي هذه؟ قال لي هذه راه مفاجاه لماماك. مشى عندي ويقول لي ماما بابا بغى يدير لك واحد المفاجاه، خدا لك هذه وهذه وهذه، عطاني جميع التفاصيل. قلت لي تحرقتي لي المفاجاه. المهم شكولو مغطينو، دراري قربو يجيو من المدرسه بقى لهم والو، غدا نحل معكم هذه وعنمشي نجيبهم ان شاء الله. عاد غدا نجي نخدمها، غنقلي فيها بطاطا فريت وعن هي قالت كيدافع حتى هذا فخاد ديال الدجاج، كيدافع بزاف الحوايج. انا اليوم ما عنديش فخاد ديال الدجاج، عندي الكفته انا نوريها لكم. عطرتها ودرتها كويرات وقلت غادي نديرها فيها ونشوف واش غادا تصدق فيها ولا لا.
المهم جربوا كل شيء وصافي. وفيها هو باش شحال غاطه صراحه الحجم ديالها زوين مناسب، الحجم ديالها جد مناسب. المهم هادشي تنكتاشفوا علاش لايك. هادو بانوا لي بحال هادو اللي كاينين هنا. نعم ولدي I gonna make french fries. اوكي هادو بحال هادو لينا واخ بحال هادو لينا وقال هادو اضافيين كاينين هنا وكاينين هنا. هادي بحال الشكل ديال فيها بحال الشكل ديال القطبان هنا غادي نحلهم ونشوف. قال لك في الاستعمال الاول تقدروا تلقاو واحد الرائحه ديال البلاستيك. قال لك هذه حاجه عاديه حيت ملي كتسخن لاول مره داكشاش كتعطي هذيك الريحه، يعني غادي تبقاش هذيك الريحه من بعد الاستعمالات الاولى. غوميه غوميه هنا كيشرحوا الطريقه ديال الاستخدام. هذا كنظن كتاب ديال الوصفات شنو تقدري ديري فيها. لانه ما كتحطش فوق من البوطه حاجه طبيعيه. البنات فاش كنت محيده هذا درتها في البريز ما خدمات، قلت واقيلا ما خداماش ساعه خاص ما كتخدم حتى كتركبي ليها هاد هادي عاد كتخدم. شعلها هكا نيابه فيها حتى شي حاجه هي الاول، عاد من بعد غادي نجرب فيها هاد بطاطا فريت. شوف بعدا كيفاش غادي نخدمها. نحرك على هادي باش تخدم. تما الكراتن هادو واحد ثلاثة جايباهم تما راه باقي عرام في الكراتن يعني كل بلاصة. باقي البنات كنقاد بشوية بشوية البنات مع جاتنا مع المدرسة ومع هاد البرد ومع الرواح اللي جاني ضربني البرد فباقى بشويه عليا. المهم ما بغيتش نزيع على راسي والله ما عرفت هذاك الكفته واش غادا طيب ليا ولا لا. كان الشيء اللي دايرين كيطيب يقدر طيب الكفته يعني اكيد طيب. المهم نقول لكم البنات الكفته اللي صايبت ها هي حتى الريحه ديالتها كتهبل. ما عنديش البصله ما عنديش مطيشه داكشي شو فكرت ندير لهم هاد الطياب اليوم. المهم غير غادا نخربق لهم وصافي. درت فيها غير الربيع داك المجفف ودرت فيها الملح البزار الخرقوم والتحميره والكمون وزيت الزيتون صافي وخلطتها وصيبتها كويرات حتى تعطي منها واحد الريحه كتهبل. اش كنفكر انا هادي علاش غادا كيفاش غادا نستخدمها وجاتيني فكره قلت بحال والو ديرين على قبل لا بغيتي ديري فيها كالكفته ولا ديري فيها قطبان وانا فكره زوينه غادي نجربها ونشوف ونقول لكم. هادشي عندي الكفته واقيلا هناني نركبها نركب كاع اللي عيركب واللي بقى نقدر نديرو الفوق ولا لتحت. المهم غادي نجربها ونرد لكم الخبر. كتسخن ومجمع معاكم في نفس الوقت كنصايب. ها هي البنات بديت كندير في الكفته بحال والو تقدني هادي تقدني في الكفتات كلهم. طاب زوينة الصراحة. دابا غندير الكفتة نخوي علينا ريلي ريلي ولدي قال لي الفرايس كت ريحتها زوينة بزاف حسن من الفرايس العادية. حاول كود جو بوي صافي غادي ندير هادي وقال هنا بحال هكا غادي ندير ليه 15 دقيقه ندير ليه 15 دقيقه وندير حتى هو 400 درجه ما عرفتش ما عرفتش الستين عاد غادي ندير الكفته. المهم غادي غندير هاد الستين ونشوف. اها نشوف كيعجي النتيجه حاجه من باب ديال الدار وانا نلقى هاد البوكسه غالبا غالبا غتكون واحد الحاجه اودريتها بالنصائح تاعكم. المهم تنرجع للدار البنات
وغدا نوريكم ان شاء الله شنو وصلني الحله معاكم. حتى هي صافي اليوم غير ديال انبوكسين. يا ولدي البنات جي دابا ناخذ دراهم من الباص. المشكله ديال الطوموبيل حليناها بشكل جزئي حاليا. دابا راجلي خلى ليا هاد الفان اللي هو عاده كان كيستخدمها باش كيمشي للخدمه ديالو. دابا مضطرين انه خاصو يخليها ليا على قبل الدراري على قبل بيكابيهم من الباص ونديهم من الباص. فدابا خلاها ليا وهو يكرا طوموبيل غادي ان شاء الله يعدي بها هاد الشهر. بما حلينا هاد المشكل بشكل كلي يعني كناخذو شي طوموبيل ولا شي حاجه يعني ضروري دابا خاصنا يكون عندنا طوموبيله زايده على قبل يعود يمشي بها راجلي. واصلا هو الفان ما مناسبهش يبقى يمشي بها للخدمه لان دابا عاد الطريق طويله بالنسبه ليه، والفان كتاكل البنزين بشكل اكثر على الطوموبيل. حتى بابا براسو خاصو يبدل الفان ديالو لان حتى هو عاد عنده الطريق طويله زايده على قبل، فتا هو خاصو ضروري يبدلها باش ما يبقاش تحرق ليهم البنزين بشكل اكثر. وما اصلا كيكونوا غاديين غير بوحدهم في السياره محتاجينش فان كلها، يعني فان كتكون غير عائليه. يعني من الاحسن نخليو غير هذه اللي فان يعني اللي فيها البلايص بزاف بين نكونوا هكا مسافرين مجموعين نستعملوها، وهما ياخذوا هكا طوموبيله صغيره يلا كافيه هما. المهم البنات دابا مابقى والو، يجيو الدراري ان شاء الله غير يجي الباص ان شاء الله ونرجع نكمل معكم هذيك الكفته. عرفتي ادم حماق على داك البطاطا اول مره ناخذها من ليدل، زوين الصراحه لذيذه. كنت عاده الا خديتها كناخذها من الدي، تاع ديال تاع دي زوينه ولكن تاع دي زوينه يعني عجباتو. شنو لقيت ملي جيت حتي فاش كنت طالعه بانت لي واحد المراه خارجه من هنا جيت للدار، كنقول انا شكون هادي وكنقول اكيد شي حاجه وصلتني. صافي وانا نلقى هاد البوكس هنا عند الباب. المهم قلت لكم هاد النهار غير ديال انبوكسين، غدا ندخل للدار نحل معكم حتى هي. المهم راه ديجا عرفت شنو هي هادي، ندخل ونوريكم ماما. البنات هنا رجعت، جيت لقيتها بحال بدا كيدخلها بحال تلونات من الفوق، غدا نعاود نشعلها. المهم ندير لها ندير لها 15 دقيقة. هي ندير لها 15. سير جمع الباك باك ديالك، جمع بيدك، هزا بيدك. عليكم جواباتي. يلاه جمع بيدك سير. درت الماء سخون غدا ندير فيه هاد الشعريه ديال السباغيتي ديال كوسكو، هادي كناخدها من كوسكو. المهم حتى يغلى الماء وغدا نديرها تسلق. بغيت البنات نوريكم غير لاصوص شنو غدا ندير. صراحه غدا ندير غير هادي، خديتها من ليدل واقيلا. اليوم ما عندي لا مطيشه لا بصله حتى حاجه ما مقدياش، فبغيت ندير لهم هكا شي حاجه. فكرت غير في هادي اللي كانت عندي في الدار. المهم كتقدر تعتكك الا كان شي حاجه ما عندكش في الدار كتعدي بها وصافي. عاده الا درت لهم هكا مكرونيه ولا شي حاجه كنديرها لهم بصله ومطيشه يعني التراديشنال ديالنا كشي الطريقه اللي كنديروا حنايا. ولكن اليوم غادي نعدي لهم بهادي. غادي نخويا هنا ندير وقيلا غير النص ديالها، الا خاص نعاود نزيدو. تقدروا باش تزيدوا فيها الثومه مقطعه كتعطي نسمه زوينه، تقدروا تزيدوا فيها هاد البيزل كان يعطي نسمه زوينه. نزيد شويه ديال الثومه الا كانت فريش حسن كتجي 13 دقائق نقلبها. بانت لي بحال بديت كتحمر، خفت غير طيب من تحمر من برا وما طيبش من الداخل. المهم نخليها طيب. المهم تدوز واحد 5 دقائق اخرى ونعاود نقلب نشوفوا هادي. او صافي بارك عليها طاب تدعي طابت بلاتي ادم بلاتي. صافي البنات الكفته طابت شدني بحال كالي ندير لها اقل من هذا قلعه 8 دقائق ولا 6 دقائق نشوف واش طابت من الداخل. شوف هذيك اللي طاحت نيت او سخونه. طابت زوينه قلعه ندير لها وقت اقل.
صراحه جات الكفته فيها بنينه بنينه بزاف، غير هي طيبتها شويه اكثر من الوقت اللي كان لازم نطيبها. غالبا ملي طابت فيها الكفته بهذه الطريقه حتى القطبان يطيبوا فيها من داك الشرفة، اكيد يطيبوا فيها زوينين. صراحه ما عندي ما نقول، ملي طيبت الكفته بهذه الطريقه حمقتني. كفته غادي اللوحانه باش تزيد نشفتها نشفتها ديرها مطيشات. يحيى اجي تاكل يحيى. صافي البنات، ها هو الغداء ديال الزربه ديال عدي وصافي. معكم هاد البوكسات حتى هما اكتشفوا معايا. او ماي جاد، لا كان شي حاجه راه ديجا فرعت بها. او هادي البنات فاش كنت سولتكم على الفران قلت لكم المشكل اللي عندي، بزاف البنات قالوا لي ناخذ هذه ديال اندكشن. المهم قلبت عليها ولقيتها في امازون قدريتها. وقت خديت المقالي كما شفتوا في الفيديو السابق، خديت المقالي اللي غاديين يجيو في يجيو ليا في البوطه وجا خدموا ليا. نتوما تكون صداع قالي البرما والطاجين وبحال كشي حاجه اللي كبيره، ما حيت دوك اللي وصلوني ما كبارش، غادي نحتاجها نديرها. ما خدموش ليا، فخديت هذه على قبالهم. صراحه ثقيله ما عرفت كيفاش غادا تخدم. المهم كنتمنى تخدم مزيان. هذه عاد محتاجاها ضروري باينه. البنات اللي فايته عندهم راه يعرفوا شنو هي من هذه السميه اللي هنا. هذه تاع التشفاف، هادي شويه على خوك، هادي العصا. نو تنا على العصا، العصا هي العصا تكون العصا بالعربية. وهذا الجفاف ديالها في الاول فاش شو كيسحاب لي حاطين فيها شي وراقي باش يحميه ولا شي حاجه. هادو مزيانين لهاد هاد الكون جات بحال سو فلافي. وهادي خصك تكتشف كيفاش تركب. واخا نحيد يدك خليني تندير غالبا نركب هنا. هادي كتبدل كتباع بوحدهم كتبدل. هذا العصا هي العصا هادي. او ماي جاد يا كتخشى من هنا. خديتها حتى هي من امازون. اذن نعود نجفوا الارض. دابا ما عاد عندي الخشب بزاف، عاد عندي بلاصه ديال التاء. يا ولدي مع عاد عندي دابا الخشب، يعني عاد ضروري خصني نعود نسيق يعني بشكل جدي. في قبل كانت عندي غير الكوزينه اللي كنمسحها غير عادي وصافي، دابا خصني ضروري شي حاجه تكون جديه. وي هاف مور اوكي. هيا البنات دابا هذه كديري الماء هنا وهنا كتبقاي تعصري، كديري هكا وكتبقاي تعصري بحال شيت البانطوفا. هذاك النوع من ليدل شيت هاد البانطوفا حيت مع البرد مولفة عادة ما كلبش بانطوفات في الدار، لكن دابا هنا بالزمن اللي عاد كلبسها. صافي كتشديها وكتبقاي تعصري فيها بحال هكا وكتمسحي. المهم تنجربها ونرد عليكم الخبر. نديرها هنا ماما ما بدل خدمات.
خدمات. درت انا الماء، درت شوية جافيل ودرت صابون ديال المعن، وخا بالي وكا لا قويتو. ندير هنا first drive. Nice. Yeah, first drive. Nice white. Now I'm gonna drive this one. But this is my new car. مبروك على السياره الجديده اللي خدينا. صراحه هاد اللقطات هادو اللي كنصور يعني نهار من بعد النهار ديال هاد الفلوق. الا لاحظتوا في النهار ديال الفلوق يعني قلت لكم ان عندنا مشكل بالنسبه للسياره، ما بقاش عندنا كيفاش كنديروا باش نديو للدراري الباص، ضروري خاصنا سياره اخرى. ف اضطرينا ان ناخذ سياره جديده، خدينا تويوتا. صراحه هنا جميع السيارات اللي دوزنا والفان اللي دوزنا هما تويوتا. كندورو حتى كنعياو كنجيو كناخذ تويوتا لان هي اللي كنرتاحوا فيها اكثر. كنت محتاره ما بين اللون الاحمر واللون الابيض، فيها الوان اخرى ولكن هادو هما جوج الالوان اللي كنا محتارين بيناتهم، واستقرينا على اللون الابيض صراحه لان الاحمر كنت ديجا دوزناه في كامري نيت، كامري بحال هادي ولكن كانت مختلفه عليه لان كانت تاع 2013 ودوزنا بها عامين حتى 2015، ولكن اضطريت انني ناخذ فان فبعدناها فاش كان زاد عندي ادم وكانت عندي الوليده، فما بقاتش كتقدنا سياره ملي كنخرجوا هكا، فاضطرينا ان ناخذ فان. ودابا اضطرينا ناخذ عاوتاني سياره. فقولوا لي البنات مبروك، المهم بغيت نشارك معكم حتى هذه الفرحه. ونختم لكم الفيديو هنا ونقول لكم السلام عليكم في امان الله، وشكرا جزيلا لكم، شكرا لمشاهده الفيديو. شاركوا في القناه اللي كنتو باقيين ما شاركتوش فيها، خليوا لي لايك وخليوا لي تعليق، ديروا شير للفيديو، تابعوني على الانستغرام، وكذلك شاركوا في قناه الحنا الا كنتو باقيين ما شاركتوش فيها. ودابا نخليكم ونقول لكم السلام عليكم في امان الله وشكرا جزيلا لكم.